إسبانيا تحتضن اليوم العالمي للشباب المسيحي الذي أتاها بالآلاف من مختلف أقطار العالم لحضور الاحتفالات التي من المقرر أن يحضرها كذلك البابا بنديكتوس السادس عشر. بعض المعارضين لهذه الاحتفالات يرون أنه من الإجحاف صرف مبالغ طائلة وسط الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. هذا الشاب يقول: أنا لا أهتم لزيارة البابا إلى إسبانيا، أرى أنه من الخطأ أن ندفع أموالا طائلة لتنظيم هذه الزيارة. الاحتفالات ستتواصل على مدى 6 أيام، وقد تم الإعداد لها بعناية من طرف السلطات الكنسية والإدارية في البلاد. الناطقة باسم لجنة تنظيم اليوم العالمي للشباب المسيحي تقول إن ميزانية هذه الاحتفالات متأتية في معظمها من الشركات الممولة، وأن المداخيل ستكون في حجم المصاريف، كما سنكون قادرين على وضع المزيد من الشاشات العملاقة في الساحات العامة. ومن المنتظر أن يشرف البابا بنديكتوس السادس عشر يوم الأحد على قداس في مطار كواترو فوينتوس في ختام هذه الاحتفالات.